ملايين السيدات حول العالم بيستخدموا أحمر الشفاه يومياً. هالمنتج يلي ممكن يحتوي على معدلات عالية جداً من الرصاص يلي بالتالي رح تعرضهم للعديد من الأمراض والأعراض الخطيرة. هي المعلومة اجت من دراسة أقامتها إحدى جامعات الولايات المتحدة في عام 2017، فبعد اختبار 33 صنف من أحمر الشفاه المصنع بأكثر من دولة وإجراء تحليل لمحتوى الرصاص، وجدوا أنه 60% منها تحتوي على معدلات واضحة من الرصاص تتراوح بين 0.03 ل 0.56 جزء من المليون، وهي النسبة تتعدى الحد المسموح فيه. والأصناف الباهظة الثمن مو استثناء أبداً، فأغلب هاي المستحضرات ما كانت مصرحة إنه الرصاص هو واحد من مكوناتها. بالإضافة لأحمر الشفاه، فالمكياج المقلب يمكن أن تصل فيه نسبة الرصاص ل 19 ضعف النسبة المسموح فيها من هالمادة. وتوجد طريقة سهلة وبسيطة بتقدري تختبري فيها أحمر الشفاه. رح تحتاجي فقط لمنديل ورقي وورقة ألمنيوم. ضعي قليل من أحمر الشفاه على الجزء اللامع من ورقة الألمنيوم وانتظري لحظات قليلة. بعدين استخدمي المنديل الورقي لحك منطقة أحمر الشفاه على ورقة الألمنيوم. فإذا كان أحمر الشفاه بيحتوي على نسبة من الرصاص، فالمنديل الورقي ما رح يكون لونه أحمر أو وردي، ولكن رح يكون أميل للسواد، وهذا رح يأكد وجود مادة الرصاص.